الحمد لله الأمور ماشية كويسة يعني، وإن شاء الله الأمور كلها بتكون جاهزة قبل 26 عندكم من مباراة ودية لنادي المينا، ونحن مرتاحين لمستوى التنفيذ أقل اللمسات الأخيرة هذه إن شاء الله، والأمور طيبة. هم متأخرين لكن يعني خلاص الحمد لله انجزوا يعني عمل كويس، احنا مقتنعين فيه. لا طبعا احنا متفائلين، احنا عارفين انه الشعب حضاري وشعب يحب الكرة، في كل مكان استقبلونا يعني، في كل مكان استقبال أخوة وترحيب، وانا متأكد بتكون بطولة ناجحة جماهيريا يعني، بتكون مستوى طيب ان شاء الله، الملاعب هذه كلها بتمتلي ان شاء الله. شوف الجميع ان شاء الله الملاعب راح تكون جاهزة قبل انطلاق البطولة، العمل قائم على اكمل وجه، وان شاء الله نتمنى ان تكون بطولة ناجحة بحضور الجماهير العراقية، واللي هي العامل الرئيسي بينجاح اي بطولة صراحة حقيقة. من ناحية المنشآت الرياضية عفوا الفنادق وغيرها، والفنادق تقريبا تم تخصيصها وتحديدها للفرق المشاركة، نطمح بان تكون هناك فنادق ان شاء الله تكون جاهزة لخدمة الجماهير باذن الله تعالى. المدة ليست قصيرة، اكثر من سنة، واللجان الفنية للاتحاد الكأس الخليجي متواصلة ويانا فالخصوص ووضع التوصيات، عندنا لوائح وعندنا امور ثابتة اشتغلنا على اساسها، وعدينا المدينة الرياضية وطورنا التقنيات وهيئناها بصورة صحيحة، وصار بديت كل المنظومات بالاعمال المدنية، باعمال الميكانيك، اعمال الالكترونيات. اللجنة متواصلة ويانا والناس متعاونين حقيقة، وكأنه البطولة تعنيهم، وفعلا هي تعنيهم بالذات، ويردون تظهر البطولة بمستوى لاق باسم العراق وحجم العراق. زيارة الوفد حسين مثل ما شفت اشوف بهم يعني نوع من الاطمئنان والاريحيه، نشافوا الاعمال مكتمله ان شاء الله من ناحيه ارضيه الملاعب، من ناحيه التهيئه، التحضيرات الالكترونيه، البوابات الالكترونيه، الخطه الامنيه اللي نوضعت، الجهود التطوعيه شبابنا والمتطوعين واللجان التنظيميه اللي جاي يشتركون بهالشباب، الكليات وكل دوائر المسانده حقيقه، دوائر الكهرباء، المحافظه حقيقه اخذت على عاتقها الجزء او الحمل الكبير من العمل. ان شاء الله تضافر هذه الجهود، وبدون مزايدات راح نظهر بالوجه اللائق والوجه الحسن وما يليق باسم العراق. اليوم كانت هناك زياره للوفد الخليجي لملعب الميناء، الحمد لله والشكر الامور ممتازه، والزياره كانت ممتازه وباركه بالجهود اللي بذلتها الشركه خلال الفتره السابقه، واحنا ان شاء الله يوم 26 بالشهر تكون اول بروفه للملعب، بعدها يوم 30 بالشهر ايضا بروفه ثانيه للملعب، وبعدين تستمر انه يدخل بالخدمه ان شاء الله في بطوله خليجيه.